كان ما يبغي لهم قوة التدخل السريع. على الأقل ساعة. بنتحمل إن شاء الله. بنتحمل. إلى جميع المحطات. الموقف كالتالي. عندنا آلية متعلقة في الوادي تحت رماية كثيفة. نحن الأمل الوحيد لربعنا. رجعهم لأهلهم. عاد نحصل اعدادهم بالمئات ومنخشين هناك بين الصخور. زروعي، طلع ربعنا باي شكل من الاشكال. لازم نبعد هذا الحي.